بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، يوم الأربع الماضي يوم 24 ابريل، يعني شهر 4 2023، توفى القارئ الجميل صاحب الصوت الرائع الشيخ عبد الله كامل. توفى في ولايه نيوجيرسي في الولايات المتحده الامريكيه. قضاء وقدر، ايه المشكله؟ ماشي. طبعا الشيخ كان رائع جدا وكلنا حبيناه وتاثرنا بيه وبكينا مع بكائه، وحد جميل جدا نحسبه كذلك. ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بالبحث في الأشياء أطهر. الدنيا مش ماشية كده. أمال عملوا البحث الجنائي ليه؟ أمال عملوا التنقيب والتمحيص ومقاعد البحث وقاعات التقصي ليه؟ أمال عملوا الجنائي ليه؟ أمال عملوا التساؤلات ليه؟ أمال عملوا علم التجريب والتجريم كمان ليه؟ مش عشان نشك في حد، لا، عشان نطمئن بس، يعني عشان الناس تطمئن. وده ينطبق على عبد الله كامل، وينطبق على مصطفى كامل، وينطبق على سعد زغلول، وينطبق على الواد زعبله، وينطبق عليا، وينطبق على حضرتك، وينطبق على اي حد، اي حد. طيب حضرتك، احنا في عصر النبوه؟ لا، مش في عصر النبوه. النساء اللي عندنا في بيوتنا دلوقتي نساء عصر النبوة ولا عصر النبوة ولا يحزنون ساعات؟ ده نساء ربنا اللي يعلم بهم أجمعين. والرجالة برضه ربنا اللي يعلم بهم أجمعين كل حاجة. فيبقى احنا مش في عصر النبوة. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة الآية 10 بيقول يا أيها الذين آمنوا، يعني بيكلم الصفوة بتاع المجتمع الإسلامي في عصر النبوة، وبالتالي في أي عصر غير عصر النبوة ساعات. فبيقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، الله أعلم بإيمانهن. شوف القضية، حضرتك بقى اسألها واختبرها سعادتك وامتحانها، ما تاخدوش المسألة بطيخة مقفولة كده. طبعا عادي جدا. وهم مين بقى؟ أفضل نساء في الدنيا، اللي بقوا نساء، اللي هم نساء الصحابة واللي هم نساء الصفوة. عشان كده الدين في قواعده الأساسية بيقول لك لا عصمت لأحد إلا الأنبياء. يعني سعادتك موسى تقول له لا، يقول لك ما انتش معصوم سعادتك. تقول له سعادتك يوسف، يقول لك لا وعهد الله. قول له ما انتش معصوم يا ابني. سعادتك عيسى، يقول لك انا اقسم بالله ما انا. يقول له، تقول له حضرتك على طول مش معصوم سعادتك. سعادتك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم، يقول لك لا. يقول له خلاص انت مش معصوم، لست بمعصوم من الخطأ، انت مجرم قدامي على طول، مخون. يا سيدي بلاش مجرم ومخون عشان ما حدش يزعل والمدام تزعل، بتاعت الشيخ عبد الله. يعني عاوزين نبقى مطمئنين بس. فاذا كان الخطاب موجه لافضل صفوه في نساء العالم وهم نساء الصحابه في نساء الكون كله بعد الانبياء، هم افضل ناس بعد الانبياء وخير الصحابه ياتي نسائهم الفضليات، فموجه لهن الاختبار والامتحان بأمر من النبي، من ربنا سبحانه وتعالى، وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، في الآية 10 من سورة الممتحنة. إذا المسألة مسألة ما بقى. لازم نعرف إيه اللي بيحصل. إيه المانع بقى إن يكون في شبهة جنائية في وفاة الشيخ عبد الله كامل؟ أنا شخصيًا أرجح ده بنسبة 99%. وعادي جدا جدا ممكن كلامي يكون غلط 100%، مش 99 بس. لكن ايه، لماذا لا نتقصى
ولذلك انا بقول لازم نتقصى ونبحث كجهات رسميه في وفاه الراجل ده. الراجل ده توفى عمره 38 سنه، ما في ناس بتموت بالسكته القلبيه عندها سنه وسنتين و10 و20 و15، ايه المشكله؟ ممكن تكون سكته قلبيه، ممكن اي حاجه. وممكن تكون حاجه ثانيه. مش كده؟ ممكن تبقى فيه شبهه جنائيه. عادي جدا. فنبحث. في بقى بعض التساؤلات انا بطرحها اللي بتعزز رؤيتي للموضوع. رقم واحد، انا عاوز بس اقف قدام، مش عاوز الناس تقف قدام. الشيخ ختم القران 24 مره في رمضان، الكلام ده مش صحيح. هيقول لك يا راجل بتهد في الثوابت، ليه يعني؟ هو الشيخ عبد الله كامل ثوابت من لا اله الا الله محمد رسول الله بني الاسلام على خمس؟ لا، هو راجل صوته حلو وخلاص، كويس في القرآن، ممكن يكون بيقول نكت قبيحة، بيقول حاجات زينا، كل حاجة زينا، وبيتعصب وبيغضب وعنده مشاكل في بيته، كلنا كده يعني. إذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد أبويا وسيد أبوه وسيد أبوكو، ما هي دي الحقيقة، ولا إحنا يعني سيدنا محمد وخلاص كده عيبة؟ لا، سيد أبونا وأمهاتنا وسيدنا كلنا صلى الله عليه وسلم، كانوا بيقعدوا ستاته في البيوت عاملين مشاكل مع بعض ويتآمروا عليه هو. حتى قال الصحابة بأن الرسول طلق لما اعتزل النساء شهر وهو بيحتضر، قاعد بيموت، قاعدين بيتغمزوا على صفية. واخدة بالك من صفية قصيرة سعادتك؟ والتانية سيدة عائشة اللي هي أنا بعشقها، تقول له حسبك من صفية أنها قصيرة، إيه اللي عجبك فيها قصيرة؟ يعني ويعني يعني إذا بيت النبوة نفسه في مشاكل، فمش بيت بقى أنيس ولا عبد الله كامل ولا زعبلة ولا برعي، مش هيبقى بيت سليم يعني، ده هيبقى متدمر مشاكل. مش عاوز ادخل في تفاصيل. ماشي، طيب. انها تؤدي لينا الى ان يبقى في شبهه جنائيه. الراجل حكايه 24، القصه بتاعت ان الراجل ختم القران 24 مره، انتوا عارفين سوره البقره بس لما بتقرا بس كده بتاخد اكتر من ساعه ونص، قراءه سريعه كده. مش قراءه بقى متمعنه ولا كذا. الراجل اصلا عنده وقت بيصلي بالناس في المسجد في التراويح والفروض كلها، ده ياخد تلت يوم، تلت يوم 8 ساعات. هنفترض ان الراجل في شهر رمضان ربنا مقويه وبينام ساعتين بس، وده مستحيل. ماشي، والراجل بقى ربنا مقويه كمان وبعيد عن زوجته، والراجل ربنا مقويه ومعتكف في المسجد ما بيروحش ابدا عند بيته، والراجل ربنا مقويه ما بياكلش ولا بيشرب ولا بيقعد مع اصحابه ولا بيتكلم في اي حاجه تانية غير انه قاعد بيقرا القران، ما يعملش 24 ختمه ابدا في الشهر، لان القران 30 جزء، 114 سوره، المصحف نفسه سوره البقره نفسها تقرا في ساعه ونص. طب السبعه الطوال ياخدوا قد ايه؟ يبقوا خلصوا اليوم بس، يعني لما يقرا 10 اجزاء 15 جزء في اليوم، ده يبقى جبروت، يبقى قوي جدا. ما هو ال 24 ساعه هم 24 ساعه، ولا الدنيا ليلت؟ طب انا مش مقتنع. يقول لك زعلان ان الراجل يا عم هو قرا 820 ختمه في الساعه. انا مش مختلف، ربنا يديله التقوى وعظيم ويرحمه كل حاجه، وانا بعشقه وبكيت عليه كتير جدا وهو بيقرا، وانا لما بسمعه ببكي بجد، وانا بشوفه بيقرا القران ببكي. لكن برغم ان في قراء كتير كده يعني عادي بيقرا وخلاص وزي الفل، وانا عارف ناس كتير منهم. ماشي، او يعني ما علينا، مش دي القضيه. لكن الراجل ده لما يقرا 24 ختمه يعني ما هوش بقى مركز في بيته خالص. الست بقى دي متقيه؟ لا، ما فيش حاجه اسمها متقيه، ما هياش احسن من نساء الصحابه. نساء الصحابه اللي ربنا فوق امتحنها وقلنا سعادتك الله اعلم بايمانهن، ما تضمنهمش حضرتك، مش هتثق بقى في مرات انيس ولا مرات اسمه عبد الله كامل، لا، مفيش حاجه اسمها ثقه هنا في حد. طيب النقطه المهمه، ليه الاخ اللي اسمه مصطفى سيف ده متصدر المشهد؟ انا شاكك فيه بصراحه. مش عيب يعني، ما هو مش عيب، المؤمن لازم او المسلم ما يبقاش كيس جوافه او كيس قطن، يبقى كيس فاطن. هو ليه هو متصدر المشهد يعني؟
وكل حاجه هو اللي عمال يقول، يعني هو الراجل هو ابو هريره كل حاجه الشيخ مصطفى ولا الاخ مصطفى قال، والاخ مصطفى ده ايه وضعه؟ بيدخل بيت راجل كفيف، والراجل الكفيف ده ما بيشوفش، والست اي شيء ممكن يكون يعني. هتقول لك قبحك الله، حرام عليك، انا اشرف من الشرف، انا مش مختلف على شرفك. انا عاوز ابحث بس في جنائيا وصحيا وطبيا في الراجل ده مات ازاي. اشمعنى بقى اول حد انت كلمتيه وهو كلمك على طول؟ يعني ليه هو اصله صديقه؟ يعني ايه صديقه يعني؟ مفيش حاجه اسمها صديقه هنا، صديقه في المسجد بس. انما انت كلمتيه، ما في كذا حد تاني يعني، هو قوي اهم حاجه في الدنيا ده؟ طيب. وبعدين يقول سالتني عن ان يدفن في مصر ولا في امريكا؟ فقلت لها في امريكا، ليه؟ شهيد سعادتك؟ يعني سعادتك كان في غزو البدر، يعني كان في حرب اكتوبر، ده حرب اكتوبر ما اتدفنوش في سينا، اتدفنوا في المنص. يا عم لا، احنا عاوزين بس نبحث بعد اذنك، احنا مش مخوننك ولا مخونين مداب سعادتك، لكن احنا عاوزين نبحث في حقيقة موت الراجل طبية وجنائية. مش عيب يعني، بنت لسه شابة وهو جوزها لسه صغير، والتاني شاب برضه صديقه شايف، والراجل التاني مش شايف، وبيروح بقى يتزوروا في البيوت، وعادي جدا ممكن يكون في أي قصة تحصل عادي. الكلام ده ممكن ولا لا؟ ممكن. يبقى طالما ممكن نبحث فيه. لو هو مخترع ومش ممكن ومش متخيل وقبحك الله، يبقى سورة الممتحنة كلها نشيلها من المصحف، بلاش الآية 10 بس، وأكم من صور وآيات بتقول كده. إذا إحنا مش بنخون لكن بنطمئن، عيب يعني؟ يقول لك خلي الثقة زي الفل، الثقة حلوة لكن إحنا عاوزين يبقى الأمر أفضل من كده ويبقى فيه شفافية. أنا بس كل اللي عاوز أقوله إن إحنا لازم يكون في موقف، يعني إشمعنى يعني قرروا إن هو يدفن في هناك يعني؟ لأن هناك أنا عارف أمريكا بتعمل إيه يعني. هذا راجل مصري يلا شيله ومع الف سلام، وطالما ما حدش قال ابحثوا في الموضوع ومفيش دم ومفيش جريمه ومفيش معرفش ايه، يعني يلا مع السلامه خلص في الموضوع. انما مصر هيجي بقى عند قرايبه، قد حد يقول حاجه فنبحث فيبقى فيها مشكله. يعني هل بقى ده الراجل بعد كده يقول لك والراجل مصطفى الله يديه الصحه مصطفى سيف صديق الراجل بعد العده اتجوز المدام، لان المدام يعني عشان يرعى عيال صديقه، وبعد كده كمان مفيش مانع يعني تقول له ايه رايك؟ اما هي بنت الدخله هتقول له ايه بقى؟ هتقول له ايه رايك في تسريحه شعري، عجبتك ولا لا؟ قول بجد والله بجد عجبتك. طبعا انا عارف انها هتقول لك ده انا في مصاب وانا في مشكله وبحب جوزي، ومن اللي قال لك قول كده؟ يعني ايه الادب؟ مش قليل ادب ولا حاجه، وده امر عادي مش ده امر ممكن. يبقى لازم نبحث، اما ان انت تبقي تزداد وضعك وبراءتك وبريقك وايمانك ونقول شيء عظيم، واما ان احنا نحط النقط على الحروف ونعرف ان في حاجه غلط حصلت مع الراجل الشاب اللي مات ده، اللي مات فجاه بعد ما صلى الظهر. ما انا عارف انه بيحصل، ما لو قلت لكم اي حد في اي وقت بيموت بسكته قلبيه، نام ما قامش زي الاخ، حصل اي حاجه زي الراجل ده، عادي يعني متوقع. في ناس كتير قوي بتموت كده موت الفجاءه عادي. ما انا عاوز اعرف بقى فجاءه ولا اراده زوجيه، وفي حاجه بتحصل من ورا ظهر الراجل اللي هو ما بيشوفش ساعات. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان احنا نطمئن؟ بلاش نشك في حد. ده اللي انا بطالب بيه قرايب واهل الشيخ عبد الله، مش في نشوه الكلام في الموت والله يرحمه كان مؤمنا وكان عظيما وكان رائعا وكان رائدا وكان كل ده، ما يهمنيش، يدخل قبره تبان حقيقته. كلنا كده احنا نحسب ان احنا على خير وان الناس على خير، احنا نحسب ان الناس على خير واننا على خير، نحسب ذلك وخلاص. لكن الامور يعلمها الله، الله اعلم بايمانهن، مش انتوا. هو قال كده ربنا سبحانه وتعالى، ما بقولش كلام غير شرعي. فانا من هنا بنصح اهله في مصر انهم يطالبوا بالتحقيق الجنائي في الموضوع وفحص الجثه، مش عاوز اقول بقى تشريح، فحصها
والتأكد من الموضوع، يعني ايه اللي هيحصل؟ هيقول اي وميت يعني، بس نعرف عشان يندله حقه. يا نور الله يديها الصحة، كانت ست مؤمنة، اللهم قوي إيمانها. والواد مصطفى واد زي الفل، واد مؤدب، ولا بقى يطلع عامل أرقام قياسية وإحنا ما نعرفش، فلازم نعرف. مش الأمة بقى ماشية كده، اللهم قوي إيمانك. الراجل ب 24 طالعة بتاع اسمها إيه؟ خاتمة. طب أنا ب 24 طالعة، على لا 30 طالعة، ممكن يبقى 30. واحد عامل 24 خاتمة، واحد عامل هناك في الجانب الآخر 840 طالعة. لا، أنا ما بخونش حد، لكن لازم نطمئن، مش كده ولا إيه؟ كل الشكر والتحية لحضراتكم، وربنا يرحم الفقيد. ألف رحمة عليه الشيخ عبد الله، كان راجل رائع جدا، قارئ جميل جدا، وصوته عذب وراقي ورقيق، وأبهرنا كلنا، ربنا يرحمه. ولازم نبحث في هذه الجزئية قانونا جنائيا. كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.